morning, ladies and gentlemen. It is with an extreme honor and gratitude to welcome our guest to the Oriental region of Morocco to attend the first edition of the Forum of African Regions. Thank you for your time and dedication. الملتقى اللي تعقد بجهة الشرق وبالضبط بمدينة السعيدية الحدودية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. اليوم هذا اللقاء جاء بعد مجهودات وبعد واحد الأعمال ديال سنوات اللي قامت بها جهة الشرق والشركاء ديالها. يعني كانت هناك عمل اللي كان أول لقاء في 2011 وكانت لقاء في 2017 اللي كان هو اللبنة الأساسية لتأسيس هذا الملتقى واللي انبثقت عنه وثيقة آنذاك سميت بنداء مدينة وجدة بنداء وجدة الذي حضرته أكثر من 24 رئيس جهة. وفي بمناسبة الأفريسيتي اللي تعقدت بمراكش هناك تم التأسيس الأولي لهذا الفوروم الملتقى الجهوي الإفريقي اللي كان تحت الرئاسة ديال جهة الشرق المؤقت لهذا الملتقى. واليوم الحمد لله بعد الأفريسيتي الكينية مباشرة وبشراكة مع لاسيجي أفريك ومديرية الجماعات المحلية وكذلك مجمع الترابية وكذلك جمعية الجهات الإفريقية جمعية الجهات المغربية تعقد اليوم هذا الملتقى هنا بجهة الشرق واللي غدا إن شاء الله سيتمخض عنه مكتب ورئيس لهذا الملتقى. هذا الملتقى الغرض منه هو أنه خلق واحد الشبكة للتواصل الجهات المغربية مع الجهات الإفريقية. وكذلك هذا الملتقى إن شاء الله اللي كيضم الجهات المغربية والجهات الإفريقية غادي يكون واحد الفضاء للحوار وكذلك فضاء للتعريف والشراكة بين الجهات المغربية والجهات الإفريقية ورفع اللبس حتى على بعض الأمور التي يتم التسويق لها أعداء الوحدة الترابية الوطنية. اليوم إن شاء الله هذا هو المغزى من هذا الملتقى وكما تشوفوا هناك نشاط حضور كبير للجهات الإفريقية. هذا إن دل على شيء يدل على أن هناك ثقة الإخوة الأفارقة في المغرب وهذا يرجع بالأساس للخطوات السامية اللي قام بها صاحب الجلالة لإفريقيا واللي هذا عطات خطتنا واحد المكانة خاصة للمغرب في إفريقيا. واليوم هذا الحضور القوي كيأكد هذا الشيء هذا ونتمنوا إن شاء الله التوفيق وكنشكروا جميع الإخوان ديال رجال الإعلام اللي غطوا هذا التظاهرة وهذا الملتقى واللي نتمنى لكم مقام سعيد في جهة الشرق وشكرا.